نوبل واختيار سلماوي لإلقاء كلمة نجيب محفوظ في الأكاديمية السويدية عام 1988. فيما يخص اختيار محمد سلماوي لإلقاء كلمة نجيب محفوظ في الأكاديمية السويدية بعد أن نال صاحب الثلاثية جائزة نوبل في الآداب عام 1988، وما نتج عن ذلك من معارك ومقالات ساخنة وادعاءات باطلة. كانت معركة نجيب محفوظ ويوسف إدريس حول جائزة نوبل تحمل ثقافة مصر وبريق رموزها في الإبداع والقيمة. كانت الساحة الثقافية تجمع عددا من المبدعين الكبار في الرواية بجانب نجيب محفوظ وإدريس، بل أن هناك روائيين عربا حققوا شهرة عالمية من المغرب والسودان وسوريا والجزائر. وكان لدينا يحيى حقي وإحسان عبد القدوس وفتحي غانم ويوسف السباعي وخير شلبي وجمال الغيطاني وصبري موسى ورضوى عاشور ويوسف جوهر ولطيفة الزيات وإبراهيم أصلان وصنع الله إبراهيم. لم يكن يوسف إدريس يشبه نجيب محفوظ سواء في اختلاف الأجيال أو طبيعة كل زمن أو نوعية المواقف والقضايا. كنت تجد الحكمة عند نجيب محفوظ وتجد التمرد والشراسة عند يوسف إدريس، وكلاهما كان مبدعا كبيرا وعظيما وإن اختلف في الآراء والمواقف. كان يوسف إدريس محبا للأضواء على عكس نجيب محفوظ الذي أحب الظلال طوال عمره، وكان يفضل الإبداع على البريق، وقد بقي سنوات كاتبا شبه مغمور رغم موهبته الفذة. وربما شجع ذلك يوسف إدريس أن يزاحم حول الجائزة واعتبر نفسه الأحق لأنه الأكثر بريقا وحضورا، وإن بقيت القضية مطروحة وربما حتى الآن بين القيمة والبريق. لم يكن نجيب محفوظ أول كاتب مصري يرشح لجائزة نوبل، فقد كان طه حسين والحكيم من المرشحين قبله. محمد سلماوي. علاقتي بنجيب محفوظ كانت بالصدفة وكان خفيف الظل ولديه روح الدعابة. قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي أن علاقته بالأديب العالمي نجيب محفوظ كانت بالصدفة في الأهرام، ثم تطورت عبر حوادث كثيرة، وكان خفيف الظل ولديه روح الدعابة أيضا، موضحا أن اختيار نجيب له ليتسلم جائزة نوبل ولم يختار أحدا من جيله لاستلام جائزة نوبل، وذلك لغيرته منه. وقال الكاتب الصحفي محمد سلماوي أنه لم يصدق اختيار نجيب محفوظ له لإلقاء كلمته في نوبل، مضيفا اندهشت واندهش كثير من المثقفين في مصر ولم أكن أعرف السبب الحقيقي وراء هذا الاختيار. وعندما سألت نجيب محفوظ قال أنا اخترتك، ولو لم ترد السفر فلك مطلق الحرية. ويقول نجيب محفوظ عن أسباب هذا الاختيار: أنني أردت أن أقول للعالم إن مصر ليست نجيب محفوظ وحده، وإنما هناك أجيال أخرى ومنها سلماوي، كما أردت أن أمد يدي بالجائزة لجيل جديد من المبدعين. ويضيف سلماوي: شنت إحدى الصحف الثقافية هجوما عنيفا وقالت أن اختيار محمد سلماوي ليس نهائيا، وأن رئاسة الجمهورية سوف تتدخل لاختيار مرشح جديد، وكتبت ثلاثة أسماء وهم لويس عوض وثروة أباظة وثروة عكاشة، لكن نجيب قال أنا اخترت سلماوي والموضوع انتهى. تدخل السلطة في جائزة نجيب. لكن سلماوي اكتسب شهرة جارفة واحتراما كبيرا عندما لبى دعوة الكاتب الكبير نجيب محفوظ وقام بتمثيله خير تمثيل، وهو ألقى خطابه المهم أمام الأكاديمية السويدية التي تمنح براءة الجائزة للحاصلين عليها بحضور ملك السويد. وقد كانت هناك حملات مسعورة على نجيب محفوظ ومدى جدارته بالجائزة، وربما
أن الدولة نفسها كانت راغبة في فوز كاتب آخر يصفه سلماوي بأنه ذو نظارة سميكة، وهذا الكاتب كما أورد سلماوي كان قد أهدى الملك كارل جوستاف ملك السويد جميع أعماله، متصورا أن ملك السويد يستطيع أن يشير على المسؤولين عن الجائزة بمنحها إلى كاتب دون الآخر. ذكر سلماوي أنه كان هذا الشخص ذو نفوذ وكان مدعوا إلى العشاء الرسمي الذي أقامه له الرئيس مبارك. ويقول سلماوي في كتابه: وعلمت أن سفارتنا تلقت في وقت سابق توجيها رسميا بأن يتم لفت نظر المسؤولين عن الجائزة إلى قيمة هذا الكاتب الكبير وإلى ارتياح الدوائر الرسمية المصرية في حالة حصوله على الجائزة. ويبدو أن مبارك تدخل على الخط وتردد أنه سيختار بنفسه من يسافر مع استلام الجائزة، وهو ما رفضه الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وأصر على أن سلماوي هو الذي سيسافر. فلما استشعر فاروق حسني وزير الثقافة أن هناك أزمة قادمة مع الرئاسة، فإنه قال لوكيل الوزارة محمد سلماوي آنذاك: لا تسافر إلى السويد يا محمد. وبالطبع كان ذلك سببا في نشوب أزمة بين سلماوي ووزير الثقافة، لأن سلماوي قرر السفر بدلا من نجيب.